السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعاكم النهاردة في حلقة جديدة من نسأل ميكانيكي. النهاردة هنتكلم عن ترمبة الديزل وازاي تحافظ عليها وايه أسباب خرابها وانك ازاي تعمل لها الصيانة بتاعتها الدورية. تمام، احنا جايبين النهاردة سيارة اسوزو، عشان اسوزو من 2006 لحد 2012 من أكتر السيارات اللي بتخرب ترمبة الديزل، وده بسبب ان ترمبة الديزل بتاع الاسوزو بتبقى من الداخل على زومبا، فده بتحتاج نظافة دورية عشان تقدر تحافظ عليها على طول. النهاردة هنوريكم حاجة كل ما يعرفهاش، انها اللي هي المصفى بتاع ترمبة الديزل. في ناس كتير ما تعرفش مكانها، وفي ناس كتير اساسا ما تعرفهاش. وهي دي ترمبة الديزل سوزو، و كان عندي ترمبة بره كده قلت اوضح لكم اكتر عشان تبقوا عارفين المكان. هذا المكان اللي هو اللي تحت المصفى، اللي احنا هنوريكم مكانها في العربية ان شاء الله، بس حبيت اوريها لكم بطريقة واضحة عشان الكل يبقى عارف مكانها. اهيت بتفك انت المسمار ده، بتطلع الاكور. لما تيجي تفكه خلي بالكم ان في هنا وردتين تحت بالطريقه دي كده، وجلبه خلي بالك لا يقع وتركبه ناقص حاجه فتوقع معاك ديزل. وتيجي تطلع المصفى مسمار 10 زي ده اهو، هذا المصفى القديم طلعت معاكم اهي بالطريقه دي كده، وهنوريكم بقى طريقه تركيبها في العربيه ان شاء الله. بنفس الطريقه برضه بتجيب المصفى الجديده وتركبها بنفس المسمار ده بردك كده بالطريقة دي. بس حاجة بسيطة خالص بس مهم. وفي يا جماعه حاجات بردك بتنضف في المكان ده، مصفى تحت المسمار بتاع السحب بتاع الديزل. دلوقتي هنطلعه ونوريكم ازاي تغيروه وفي المكان. طبعا يا جماعه مش هننسى نقول لكم كل مره تدعمونا في القناه عشان نقدر نستمر معاكم ان شاء الله، واي حد عنده سؤال اكتبه لنا في التعليقات واحنا ان شاء الله نرد عليه. اللي هي مش مهمة وكده، لا دي مهمة جدا، ولو مش موجودة في عربيتك لازم تركبها بسرعة. تجيب مسمار 10، ما تطلعش بقى مثلا بمفك ولا أي حاجة عشان ما تبوظهاش ولا تبوظ حاجة في الترمبة. مسمار 10 بيجي على مقاسها بالظبط بالطريقة دي كده، تطلعها. يا جماعة بعد ما ورنا لكم مكانها، واحنا في العربية ديت ما لقيناش فيها مصفى، فهنضطر نركب لها مصفى زي دي كده. المصفى اهيت المفروض تبقى موجودة في عربيتك بالشكل ده، لو مش موجودة عندك تروح تجيبها وتركبها في العربية، ولو موجودة طلعها ونضفها. يعني بتركب بالطريقة دي كده عشان لما حد يجي يركبها ما يبوظهاش ولا يبوظ مكانها. بمسمار 10 زي كده وبالسوستة بتاعتها، وتركبها في نفس المكان اللي انت فاكك منه المسمار. وبكده انت بتزود الحماية على ترمبة الديزل بالطريقة دي كده، يبقى عندها فلترين اتنين والمصفى. المصفى يا جماعة مهمة جدا بالنسبة للسيارات الأسوزو والسيارات التانية، المهم لأي سيارة ديزل. لما تيجي انت تفك الفلتر ديزل بتاعك وتلاقيه وسخ عن كل مرة، اللي هو يعني ان هو وسخ شوية أو نص في النص، لما تلاقي الفلتر بتاعك بتاع الديزل وسخ زيادة عن اللازم فاعرف ان التانك في وساخه فيحتاج يتفك، عشان مش اي حد يفك التانك على الفاضي ومليان كده وخلاص، لا يعني لما تلاقي الفلتر معاك وسخ قوي اعرف ان خلاص كده التانك مليان فلازم يتفك ويتنضف.
وتركب برضه. انت عارف ما يركب يعني كده، يعني خير امسك كده شويه كده مكانها كده. ما انت ايه يعني انت ايه خلاص وكده خلاص. بعد ما ركبنا المصفى، في حاجه تانية برده ضروريه محدش عارف عارفها كتير برده في الميكانيكيه، اللي هي السكس بلف اللي بيجي عند التانك في هنا كده عند الزر بتاع التانك. في سكس بلف، السكس بلف ده لو مكتوم بيعمل معاك كبس، فبيخلي الضغط بتاع الترومبه او على الديزل، فبالتالي انت بتبوظ كده الترومبه في الصوب بتاعتها او بتكبس عليها زياده، فبتضطر تتكسر اللي هو البلف اللي هنا. بتيجي تشيل انت الفبره دي كده، بتلاقي سكس بلف زي ده. سكس بلف ده مهم جدا، اللي هو لما بتيجي تفول بيخلي العربيه ما تزورش معاك وما تخليش تقع ديزل. فده لو مش موجود عندك مش مشكله برضه، لو موجود لازم تنضف، لازم تفكه وتنضفه عشان يبقى سالك معاك. على العموم يا جماعة، أي سيارة ديزل لازم الصيانة في الفلاتر بالذات، وما تركبش أي فلتر عشان الفلاتر الصيني بتبوظ الترومبة، فبالتالي أنت كده ما بتوفرش، بتخرب الترومبة. وزي ما قلنا لكم ما تنسناش في الدعم القناة، وأي حد عنده سؤال يكتبوا لنا في التعليقات وهنرد عليه إن شاء الله. يا جماعة، زيت اسمه زيت تنظيف بخاخات، ده زيت بيتحط في تانك الديزل مع الديزل، ده بينظف البخاخات اللي هي الابر البخاخات كلها، وينظف الكباسات وبيحافظ على الترومبه. بس ده ما بيتحطش على طول، ده بيتحط مثلا كل 3 شهور او كل ما تحس ان في معاك نقرازه كده وانت بتدوس ديزل، ده بينظف الترومبه من جوه وبينظف البخاخات. وده لما تيجي تحط الزيت اللي هو بتاع تنظيف البخاخات بيجي صفيح زي بالطريقه دي كده، شكله كده. ده انضف زيت تنضف بيه البخاخات. ما تحطوش كده وخلاص، بتحط على ايه يعني، بتحط بطريقه يعني. مثلا لما تكون العربيه تانك الديزل على النص تحطه عشان تستفاد بيه، اقل من كده غلط واكتر من كده مش هيبقى ليه فايده. فهو بتحط بمعيار كده مش بأي حاجة، ما تحطش بقى علبتين، هي علبة واحدة بس في نص التانك. واللي انت عاوز تحط علبة تانية تحطها مثلا بعد شهرين ثلاثة نفس بالطريقة برضك، تحطها على نص التانك ولا أقل من كده ولا أكتر من كده عشان تستفاد منها. اسمه زيت تنظيف بخاخ، ده لأي السيارات مش أسوزو ولا أي حاجة، أي سيارة ديزل تقدر تحط الزيت ده في التانك.